من كركوك إلى كربلاء، حيث أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي أعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية وبدء عملية التفويج العكسي للزوار. وقال الغانمي في بيان له إن الخطة الأمنية لزيارة الأربعينية قد نجحت وسنعلن تفاصيلها في وقت لاحق، مضيفا أنه دخل 5 ملايين زائر أجنبي عبر المنافذ البرية والجوية، مبينا أنه لأول مرة تشترك القطاعات الأمنية من جميع الصنوف ومن أغلب المحافظات بهذه الخطة.